السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في الدرس 11 من سلسلة دروس مايكروسوفت أوفيس وورد ديمينسات. إن شاء الله غادي نتعرفوا على لا بيبيوتيك تاع لي فورمولير ونتعرفوا على لي موديل اللي عندنا. إذا كنجيو هنايا بوتون أوفيس نوفو، إذا كنتلقاو هنايا لي موديل اللي عندنا. شنو هاد لي موديل اللي عندنا، فاش غادي نحتاجوهم وكيفاش نموديفي فيهم، غادي نعرفوهم. اذا لي موديل اللي عندنا باغ اكزومبل، بغيت دير ان كارد فيزيت، بغيت دير واحد لا فاكتور باغ اكزومبل، فاكتور كتجي كتجي لهنا فوالا فاكتور، تلقى دي موديل ديجا كاينين نتاع لي فاكتور فوالا باغ اكزومبل. ها شوف دي فاكتور باغ اكزومبل، عندي هنا لي موديل، اذا نقد هنايا بريفيزواليزينا نشوفهم هنايا باغ اكزومبل. شوف هاد الموديل، اذا كاين عندك لي موديل، تختار الموديل اللي بغيت. ناخذ هاد الموديل هذا ندير تيليشارجي فوالا، غادي كيما تيليشارجمون عطاني الموديل فوالا، هو عطاني الموديل، نصغر شوية باش تبان فوالا. اذا هو الموديل، هو قالك نو دو لا سوسيتي، اذا ندير كان سيليكسيوني وغادي نكتب لو نو ديريكتومون. اذا كنكتب ديريكتومون لو نو غيكون عاطيك البلاصة، غادي لا فاكتور ادريس لا سوسيتي، نتكليكي وطابي لادريس تيليفون، يعني عاطيك غير عاطيك لو نو، يعني عاطيك داكشي بخي ا موديفي. هاي لا فاكتور نتاعنا، حتى الا شي تيتر بغيت موديفي تموديفي، يعني نعطيك واحد لا فاكتور بري اتر موديفي باش تدير لا فاكتور ديالك انت اللي باغيها. اوكي باغ اكزومبل دو نوفو نشوف شي حاجه اخرى. عندك بزاف هنايا، اعتقد اي حاجه بغيتها وبغيت تنقص عليك الوقت وبغيت شي حاجه ديجا كاينه غير انك تموديفي فيها، او شي حاجه ما عرفتش كيفاش تتعامل معها، او باغ اكزومبل السي في ما تعرفش كيفاش كي تخدم السي في، او يعني كتلقى ديجا كاين وانت كتموديفي، تعرف بداك كيفاش كيتخدم السي في، تدي واحد النظره عليه، من بعد ربما انت دير السي في ديالك بالطريقه اللي بغيت انت. باغ اكزومبل كارت فيزيت فوالا، كارت فيزيت باغ اكزومبل تلقى دي كارت فيزيت موجودين prêt à être modifié. Voilà, par exemple, par exemple la carte visite téléchargée. Voilà, maintenant les cartes visite par exemple à cas. Alors ça bourra. Il est prêt à être modifié et imprimé déjà. Ok, attaque un nom de la société par exemple, il y a une société, il y a une société, je trouve ta carte visite le même. Alors le logo, il y a un dashi logo, le nom de l'employé. La fonction adresse, adresse deuxième, code postal, téléphone, il y a un téléphone à rôle, adresse, messagerie, nom de la société, carte visite de Zawja. Donc voilà, il y a un NACA qui est sérieux avec le chidma. Je ne peux pas voir quelque chose. اذا كتلقى اوسي عندك هنايا في اوتر كاتيجوري، كتلقى عندك هنايا بزاف اللي تقد تشوف هنايا ليفر باغ اكزومبل، ليفر هنايا كليك عليه فوالا تاك باغ اكزومبل الورقه الاولى اللي تكون في لو ليفر وتاع دوك اللي تابعينها. باغ اكزومبل غادي نختار شي، نختار باغ اكزومبل هادي نتيلي شارجي فوالا، غادي نتلقى تا لي باج، تلقى داكشي فريمون شي حاجه اللي زوينه دايرين هنا. وممكن تبدل الكولور نتاع، يعني تبدل الكولور هنا، تبدل لو نون، تبدل الشكل، يعني تبدل هاد اللوغو، لا فوتو ديالها، يعني عاطينك غير كيفاش كيتخدم الشكل ديالو، فهمت؟ وانت تموديفي على حسب كي باغي انت، هادشي باش مزيان. عندك هنا بزاف بزاف ما نقدو نشوفو هنايا، هضرنا على لي فاكتور، كاين لي فاكتور، كاين بزاف اجندا. اوكي اجندا، راك تبغي تعمل الاجندا، ديبلوم عندك لي ديبلوم هنايا، فورميلير فورميلير رابور، عرفت الرابور الى بغيت هادي زوينه بحال هادي، ديرها لا فلافاي الاولى نتاع الرابور باغ اكزومبل ديالك، رابور دو ستاج ولا اي، تلقاها كدير لو تيتخ ديالك، يعني عاطيك كيفاش كتجيب واحد الطريقة زوينة. هادي هي اللي قلنا هضرنا عليها قبيلة فوالا، تلقينا هنا كنا هضرنا عليها، قلنا كيفاش انسيري واحد لو زون دو تكست في لو كور 10 هضرنا عليها. اذا
كاين بزاف ما نقدو نعرفو هنايا في لي فورمولير. دونك فوالا هذه الطريقة عرفنا كيفاش أننا نربحو شوية الوقت ونسهل الخدمة. وأيضا الحاجة اللي ما كنتش عارف كيفاش تخدم عليها غادي تشوفها هنايا، غادي تشارشي هذا راه كاين هنا بزاف، تشوفها هنايا من بعد تعرف دغيا ديجا لورغانيزاسيون ديالها كيفاش لونطيت البيي فين تجي هادي فين تجي هادي. يعني باغ اكزومبل كتكون عندك شي واحد الدراية عليها، مي كتلقى هاد الفورميلا باغ اكزومبل ديجا مخدومة ونتايا كتجي تموديفي فيها باغ اكزومبل دي فورميلا اكاديميك. غادي ناخدو على سبيل المثال شي حاجة ونختموا عليها. عندي موديل دون باغ اكزومبل، غادي نشوفو نتعامل مع كالندري، نشوف في مكتوب عندي هنا فوالا كالندري دون فوالا يعطيك لي دات باغ اكزومبل ندير كالندري 2010 فوالا دون كالندري 2010 نتلقى هنا ديجا عندي لي موديل ونشوف الموديل اللي عجبني، ما عجبنيش نبدل الكالندري موديل باغ اكزومبل هذا ونشوف شي موديل اخر كالندري 2010 تشوف شي موديل باغ اكزومبل ناخد هذا الموديل هذا كليك عليه لو تيليشارجي غادي يعطي تيليشارجي لي الموديل تاع لو كالندري دون هذا غادي يعطيني غير لو موديل ابخي بيان سور جو بو le modifier. Une mise en maintenance sur le modèle. Donc par exemple une bitel. Là je suis un modèle à j'ai le calendrier. Le 2008. N'importe quoi d'ailleurs. Vous n'importe quoi de télécharger. كالندري اخر فوالا اذا عطاني هو انا باغ اكزومبل 2008 باغ اكزومبل راه ندير كالندري فوالا 2013 اي فوالا قد نبدل فيه كي بغيت في الكالندري ديالي. انا بغيت ندير شي فوتو هنا شي حاجه نكتب شي حاجه متعلقه بالكالندري نبدل حتى هاد الكتبه لاسون دو ناياج. اذا لاحظوا انه عطيني كاع لي بوسيبيليتي انني موديفي لو تكست ديالي اي بيان سور لا فورمولا او لو موديل اللي عطاوني كي ما بغيت. اذا كانت هذه واحد النظره بسيطه على لو بوتون اوفيس اللي عندنا هنايا و بيان سور لو ترافاي اللي نقدر نديروه بلي فورمولير و لا بيبليوتيك اللي عطينا هنا تاع لي موديل اللي ديجا اللي ديجا كاين عندنا في الوورد. فنتمنى انكم استفدتم معنا في هذا الدرس. نلقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.